بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيل وبقول سديتني أفراد كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بين قصر جري مساجدي ثلاثة أهيت فضل قدر بين أدن بيي حديث أمنا ميمونة رضي الله تعالى عنها بين أدن بيي يهوين إذا كنا درتي إلهي أدوع عافية إني كسوة كتب بيت المقدس. حديث كامركا وحي روكد ما نابان رعينينا حديث كأسل كيسو وحوها وإذا ميمونة أسل بويدس النبي عليه الصلاة والسلام قوزر يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. نبي الله نوقف فتوى ونعد حكم بيت المقدس مركز من نبي هو مسايد بركي سنة تقعوا كتو كذا تقعوا صفرتان تقعوا كتو كذا صلاة اللي قلت كذا يحاول لك أن تكون صلاة اللي قلت كذا ملكة مركز النبي الله هدان قالوا وينو انتقوا وينو محان سمينا حلق أنا هدو ودن دار حرب بأهد الشام دار حرب وكفر قال هاي ستي مسلمين تو مركز ميسن قالوا رواية بدود باسداء هاي وكانت البلدة دار حرب مركز سقاء سداء الحديث كابي داود أفر بقول كنتن يتضب كيمت وحديث هذا يدين شيء هيا نبي الله هذا انتبر وينه وبيت المقدس أن كسر تكون وينه محان سمينا وما كان قال وينه نبي حوري وحودرتان شدال سليد أما شدال الغشبه فينوسيه سيئو تريق جيسا لقون في مساعد كي ينال كيس الله قد قدرة لا تجي ويدان تاجر مساعد كا وحكم بحية نذا فدي سي ينال كيس يفتين كيس كقاي بقات حديث كاسو حديث صحيح سيدا راجع على اختلاف بين أهل العلم. حديث أصل كاسي مرك أي هو يدين حديث كورت كوري سا كدبنا مسايد صدحنا كلفض بني بأكتها مرك متكونك كالي أكر ذيه أصل كمسايد إن متكوت كاقاضة هاي وتكون ندرتي بيت المقدس أذكت كان كرتو حقا أن أتشارت كاد أكفو ليو مسجد الحرام أما أول المسجد النبوي أصل كيسان حديث جابر في السنن بينكم مري أبو داود نين صحابة كم إذا وحوه كنا درى إله يو وهذا نبي محمد ما أنت مكة أفرطه يوم فتح مكة والنبي قو أمك ما أنت فرطه وحان شرط هو قالها يا إنا كسوة تكذب بيت المقدس بور صحابي نبي وكيم مكة فرطه عليه الصلاة والسلام بقول نبي قوش كنا الله هوش لد ما يقلب كنا نبي قويم نبي الله ما أنت مكة نور كقادة النبي أنسى كنا درى أو عاد إله دون محمد ما كأوفرته شرط الله وحنوق لي النذر إن أنكسر تكذب بيت المقدس نبي حلو صلي ها هنا صلي ها هنا مسجد الحرام كتكو صدحكم صدح بقول شنك فيريا بسند جدا جيدا وقوي ولب حديث صحيح سوونا وي مرك أصل كمسألة إن مسجد والمسجد كفد بدنيها وكاقف اللان أيو أصل كاسولية هي ونذر كبالغها الله إياه وحنا نذر هين إسكبر داسو قال كاسو كل سنة مثلا كل سنة باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد حبابي هاي إن لو سفر كرين وحن سدح مسجد كاين الرحال وجمع رحل وهير يدا يوحي جي للصارية أو تمرك الوجور يو لجح جيو عليس كأي كبالد إيو وحل وحر يا عين كأي مراك أيال إذا دا سر جنا دفرتها الله اسم على رحل ونوح الله اسم على جيله الرحال وجمع رحل لا تشد لمحره الرحال هيريد لمحره او لغوم الصفره يوحي لها المال الا الى ثلاث مساجد وحل لو جيدا مرك وا لازم كان لو جيدا او سفر كا غور ما لا حكه خيدا او اور لا هيريا او لا كباليا او ومرك سفر وسعته سفر كان لو جيد معنى لا تشد الرحال اي لا تسافر روايه مسلم بان عدين دونت حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة سفيان قال عمرو حرى أسو حدثنا سفيان بيريه مورا عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي أسو صوبنا حديث لك يا وحيري لا تشد الرحال هريض اللماء أتكي ولا مرد وشي ولا محر بمعنى اللماء الصفر إلا إلى ثلاث مساجد سدح مسجد المويه مسجدي هذا مسجد كانت جوكتان وبدل مسجدي هذا ومسجد الحرام
هي مسجد محرم كمسجد الحرام وككتاب بمعنى مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب، حرام بمعنى محرم، مسجد حرمة لهاي اللي حرمي، ومسجد الأقصى هي مسجد فوقا أما عيبت أيو حمان تلقنا زهي. حدثنا هو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الله السامي عن معمر بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد، سند كذا المريس معمر حديث كوريي معمر ومتابعين سفيان غير هذا أنه قال معمر وحوي لمر كورني تشد الرحال هريدة وحان اللوغن كما أمر الله حرا أما أورت الله هريية وقبل كالله سارة إلى ثلاثة مساجد سدح مسجد أون ملك اللوما طيب لوما السفر رواية ابن حبان إنما الرحلة رشدوا وحيوها تلو قل هاي إلى ثلاث مساجد إلى المسجد الحرام ومسجدكم هذا وإيليا إيو بيت المقدس مسجد كذا. رواية حديث أبي سعيد الخدري تبتغى فيه الصلاة رواية كل حديث أوليها إلى مسجد يذكر فيه الله أي نوى كتمد الإمام شربطين الطيبة سوي حويل نهي كان أدار كيسان خبر يا لا تشد ونفي لا تشد وخبر أما ونفي وحان لو جي ذا النهي الصريح وحوي وهو أبلغ نفي أما النهي بمعنى أما خبرك بمعنى النهي أما النفي يديد ذا بمعنى النهي أبلغ من صريح النهي وحان هالصمين تن أو عاد وحاكفي عن مدعي كرتضو يداد متشيرو صورة قال ما هذا واحد تكورو الديدة أياك حب بدن استناها ما يشمرك كجر إلا إلى ثلاث مساجد والسكو ما نرافي سيدا ظاهر كان من حيث العربية واثنين مفرغة دول انجرتين المفرغ استنى مفرغ أنا مستنى منه وحلو قدر لقدقى ما هو أعم يا لقدقى مركا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد ومحي إلى مكان إلا هذه الأمكنة موضع يا مكان أوردن لو ما السفر القرآن كان قوب تنكلية مسجد الحرام المسجد النبوي هي مسجد بيت المقدس مركا مصدر مركا يقدر بأعم العام أمكنة مركا اللوجة ومحي قوب كستا أو بركة اللوجة قستها أيوه أما فضل إليه الله دونون أيوه أما إن لصوب بركة يستلو هذا أيوه هدي الله سفر أيوه وحران سفر كأسكا هدي لكن بوقشايته سفر أهين وميل كود وكود قام يسايته لا بأس أما مسجد هالنقطو أما زيارة قبر علماء هالنقطو أما والدك هالنقطو صف أدقصو زيارة نيسو وحال ديدين هاي وسفر دير مكان بعيدة أو سفر أبا هانيا حقا أن سدح ذا المسجد أهين لما أقوله مكان كاسور لو قصد هاي بركيسي أما فضل له هذا مشى وحكبح هذا وصفرته علم طلبك هي قناعسي تجاره علم أصف ريسا ومسف ريسا سوبر كيسيت مقدشي إيو بغداد إما حوص عطا أو حكا سوبر ريتت نيروي بالأصف وصف ريسا أما قناعسي بضوء إيمان حديكم شغلكم ولا حديكم حكاه الله إياه من اللي قصدها إيو بركيسي إيا فضلي لذاتها مكانك إيا قوبتا صادرت مبرنا أنا إن لو صفر زيارة قبر زيارة اللهم صفر كره قبر النبي أو صالح أو ولي أو قريب ووالد وحدون هالنقضة هدي لكن لو صفرين هي ويبنانتا حديكم حكاها الله منع صفر بوديدة لبقعة لبركتها أو فضلها سداسنا الصحابة وكفهمين طيب أنا سراعينا مركة الروايات كحديث كنت أنا قلت حديث كهوري مركة زهر كد الوريقية اختلف على الزهري هذيك في الصحيحين زهري بالسكون ما عندها أردني سي بالسكون ما عندها عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة وجوي وطريق مروح كوريا سقى أردنا أكل بدلي مروحوا إلى زهري عن سعيد المصيب وأبي سلمة عبد الرحمن معا عن أبي هريرة ووجو جماعة كوريا جماعة كلا وحي كوريا عن سعيد فقط سيدا هذا ينقرا عن سعيد المصيب عن أبي هريرة زهري عن سعيد عن أبي هريرة فقط أن لا سعنين لغلدين أبو سلم طريق صدحات أصوح حولي هاي عن الزهري عن أبي سلمة فقط عن أبي هريرة صدح هذا الطريق أي دار قدني كان لحول وكلها محفوظة عن الزهري وكلها لأن الجبال باورن هاي
طريق صدح باورني سو حفاظة، طريق أفر باورني سو حفاظة، مد شم باورني سو سكر رعده حفاظة. حي رجع رجع لك الرجع كرمه وكلها محفوظة عن الزهري، لأن زهري بشيوخ بدن وصاحب حديث مكثر كثير الشيوخ. مركب حلقة سو قاضي إنه أرضه كل باء أسوق الشيخ أقوورني مرة وجمعنا يي مركب أنتم من جديدين كن سديد بقول تمان سديد أيوه كذا الله هو شايد وحاكسي دنا طريق كلوك كانوا عبثر من قاسم ووريو دار قدن حلو وأغرب العبثر. فجاء فيه بإسناد آخر عن محمد بن عمرو عن عبيد بن سفيان عن أبي الجعد الضمري وهو صحيح أصلا طريقا كل جيس هو صحيح يعني كنت حديثكم مشوك عب وعوري كل جيس وحديث سقوي. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا وهب بن عبد الله حدثني عبد المجيد بن جعفر عفوا عبد الحميد عبد الحميد بن جعفر أن عمران نبي أنس حدثه أن سلمان الأغر أبو عبد الله حال أن سمر نوي حدثه أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر رسول كلاه الشيخ يوم مقري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا أبو هريرة الشيخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه إنما يسافر وحام الله سفرا أداة حصر وقصر إنما يسافر وحام الله سفرا حق أمكان ذي بقاع ذمك الله يقوبها بركية فضل له آذي إلى ثلاث مساجد سدح مسجد مسجد الكعبة كعبة مسجد كذا ومسجدي يا مسجد النبوي ومسجد إيليا ومسجد بيت المقدس إيليا وبيت المقدس لباطن مع كبر بيلي هذا هاي طيب بيت المقدس بيلي هذا أقصى اللي هذا إيليا اللي هذا أورشليم بيلي هذا وحيم عن بدن بيلي شلم والي هذا سليم والي هذا لباطن مع كبر بيلي لو شيء وبلده الرؤية تحوي أسقي بيت الله الحرام اسمه هذا وحود حياة فرتن سنة حديث ذكر في الصحيحين طيب مسجد الأقصى أيه مسجد الحرام أفرتن سنة وحود حياة اسمه هذا تجديد كي مركا عدي لقوا ذي هذه تأسيس كورة ملائكة لقوا ذا بقى حديث كان مركا عدي معاني إنما تسافر إلا إنما يسافر إلى ثلاث مساجد أنت أنا كتير مشهور المسجد هذا ومسجد الحرام وعلى طريقة الكوفي على طريقة الكوفيين البنانتاي من إضافة الموصوف إلى صفة عليس لهي وما كنت بجانب الغربي وكلا يدلي شدان شوائد بكين صدان وي وين كس حي بسرين بأس لبا مسجد المكان الحرام وحال قدر ويدهين مضافة مش كقوى محذوف ومسجد المكان الحرام مكان كي قوبت حرمة بني المسجد كيدي ومسجد الأقصى ومسجد المكان الأقصى آيات قدر ويقدر حكومة ما كنت بجانبي المكان الغربي والأصل عدم التقدير والأصل عدم التقدير كوفيين بان تكلف الآن تكفي عن بسرين من ربضا سيدنا نقطين مفهوم كواس كعدي وحوي مكان يقوب يبقع بركة يفضل له صفر كرم مجر تؤن كاين صدح ذاك قوبوت حديثكم مركا لبقى بقوت صحيح نهي أسقى مدوى صريح النهي عبنانك يا الله أو لا تشدوا الرحالة كسورة في الصحيحين من حديث أبي سعيد والنهي الصريحة لا يشد لا تشد النفي بمعنى النهي الصريح ناس نوى يمد حديثك قال إنما يسافر واحد من مجر وحل ديدين وامعي سفر كي السعودال كا مرك جيل الله يسيقر يوه يستابوني مرك اللي زيارة الله ما سفر كرو يوحدها يان نبقى زيارة سيديدين قبر الله ما سفر كورا قبورتين لبغي ديدي وما نسكوا وانا حجهينين وعلى قوة استوامع نص عط وصريحة وصغن بإجماع المسلمين مطلقا بالقبول بالقوة استا كونو تصي ديدي دا اللبا قابو كو تصي قابك كوباد واللفظي دلالة اللفظ على مدلوله وصريحة لا تحتمل التأويل ما كان لسوقي رواياتك بمجموع الروايات وجه الله بعده كقول سواء محيوا قياس الأولى قياس الأولى أما فحوى الخطاب ما هنقودنا جوب أدون كقول طالع جوبها وقفت بدل المساجد أحب البلاد إلى الله أحب البقاع إلى الله مساجدها أي المساجد بوقفت بدل مساجدك هل إن سدح المسجد كان هاي الله ما صفرك رب الإجماع ويقوله مشركين دي قبورين توي أقولين أو شايدا مسجد كي أدونك أوقف فضي بدنا هدان بقاعدة أوقف فضي بدنا لو سفر كريم لكن لزيارة كراتي كودة وذاي
ودن أسفرين سي قبري إيا مكان كان الله أسفر هيا من باب الأولى صدح المسجد مسايد كان لو سفر الكريم لما أيضو أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى أيضا الله سفر وممنوع لك تكودو داي هي وتجي وتكسو تكري وتبوقني سو النبي يقول بوقن شري مسجد قباء وإله من دون مسلم وزتبدق يا باب كسو كوف كوفانسي زيارة الله زيارة مال أدون سفرين وباب هي وسفرنا وباب جونيا هذه مركب مسايد مقدشة كويا اللي يكو يكويا اللي بيدوا يبلدوين ينورو بأن لو سفر كرين اللي قصو تكدو ولو قصو قرآن أخرستو ولو صو بركيستو وإله اللي قصو بري أن لو سفر كرين سيدابات قبر أو قصو فايزان إيه قوب مياد فانتين معنا أساقا وأمي فحوى الخطاب بنان يالو ساسين الصحابة أفهمين ضد باب حديث ضم باكوت ماد من حديث أبي سعيد في الصحيحين وأبي هريرة في الصحيحين كذلك حديث عبد الله بن عمرو باجرة صقنا حديث أبي بصرة الغفاري باجرة حديث بدن حديث من عمر عبد الله بن عمرو باجرة حديث عبد الله بن عمر باجرة قصة وقيم بدن مركوا ابن عمر إيوه أبو بصرة قان كي قاتي أبو بصرة الغفاري وصحابي جليلة يا مال وحكوه ريمد أبو هريرة الصعدة oo safar ka soo galay oo habaas iyo boor ku yaalo oo neef geela saarna socdo wuu salaamay xageed ka timid buuray Abu Hurairah wuxuu turu Sayna baan ka imid al wadi al muqaddas fi al buqa al mubaraka quraan fi lugu meshay meshay ilaah subhanahu wa ta'ala min musiiq gheer kiba kula hadla wa buqa mubaraka bi nas al quraan wadi al muqaddas wi baraka lagu sheegay laakiin yaa u safray Abu Hurairah u safray uu aaday وكسو تكذي وبنى علم مسايد ما مقالة ما هي وكسو الدعيس قال له كسو بري وصور نقض أبو بصر أكسو هربا هي حقيقة كتيمي قال قصان كيمي إلى أن كل أرتيم المركز بحيث أن كوغان لها ما ضد قاقدين خلط بات سميسي ومحاجرة حديثكم الشيخ أسان ووري وحسو التمرك حديثك أدو ورية أيو فهم كيسو كاو أصبح هي ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ووافقوا أبو هريرة في آخر الحال حلو ورنت واخل دمي مرضا بقول نقول ماي معات لي شيخي هاي ما يمفهمك حقي أبو نقاط مساجد الله وضو وحال الآن لو سفر كريم إني مساجد كلات هاي بوقات الله جيال أو مركب بقعيس كبنان أو علا أو بركيزن لو سفر كرو صحابي كان ابو بصر وكفى من عموم بكفامي مكان من الامكن الله صفرك لفضله وبركته مجره وان كان هين صدح لها مسجد وقوافق مركه مركه وقوله وفهم ابو بكر ابو بصرة الغفاري وابي هريره ابن عمر باسقون وذات كله هو شاكو دعي تابع صاغ وقبصدي ويري وما صفرك وانا حاران ولا مخالف لهم من الصحابه ولا من التابعين وحن نسكو قين نص كقرآن كأي حديث كون لو فهم على فهم السلف الصالح مركز ربطان صاصا نضع هيسان هدونا صحابي طالعين تود قم بنيسان صادرت أصحاب رسول الله ومن بعدهم من السلف الصالح إلى قرن التضبات اسكو ميسان خلافين هي إلى قرن الشناد أنا عفوا إلى قرن الشناد اسكو ميسان خلافين إن لو سفر كريم مال أن كان هين لفضها وبركة مالا كأين صدح لها مساجد طاعي قربي الكسو بركي ستدي أتصو بريدي الكسو عبادست إنا لغو سفر كريم وان قبر لغو سفر كريم وان مساجد كان لغو سفر كريم يوحي لها المال سفران عادي تجارة هذا يدنت هذا مقصود كذا لغم الله مكان بلغة الله يقول أنا أسأل لفضلي وبركتي وتعبد فيها السفر يسو قرنك التضباط أمل لحاد بامورن بضم باللوضي ويقول لي هذا إن لو صفر قبرك النبي قوي برنانتاي حديث كان يلقون شبارين ويسكد إنا أولا الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه بريقان أبهم ببريق دماشان أيضا مركم مري جمهور العلماء بكل جمهور العلماء وحوجي هذا متأخرين أما جمهور السلف الصالح وحتى حقيقة ابن تيمية في كتبه ابن القيم الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي في صارم المنكر اخريا
ويكين وين ولا تابع واحدة ولا صحابة واحدة ولا أحد من القرون المفضلة والرأي جي قبان قبا لا أبدا بل إجماع بين السوقي أنه إنه صنبنان السفر إلى زيارة القبور قبر ولا زيارة ولا بوقن حتى قبور الكفار بل زيارة كرا وحكى الإسكندر والمشركين لكن لو سفروا ما بنانو بالنص الحديث وأنا فاهم كصحابة السلفك هذا مقال جمهورته وجمهور متأخرين بوجهه يوحيلي وقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا صاحب وجهه يحرم شد الرحال إلى غيرها وغلط أبو محمد الجويني هو من حمراء به وصاحب وجهه وشيخ المذهب أي وحوقبا إن القبور هي أمكنة هي ملكة لو سفر كرين ولا مساجد كلي وحان كأهين صدح المسجد وحديد كل شيء وغلط بولي نوبا خلدان محايا وقول القاضي حسين قاضي الحسين وشيخ المذهب أساس نصيدا دورتي ومذهب الصحابة والتابعين ومذهب أبي هريرة وأبي بسر بن عمر ومذهب كتك حتى قاضي عياد ونوي شيخ وهذا كتاب قدام بوكو سعداء شرحي سبقل كيبا كنتن ومحايا بل وقل كيبا حديكرتا لحدا ونقل عن قاضي عياد إكمال كيسي دي وضغري كرتان أيات دورنا يعني وطائفة من أصحاب الحديث باكتب ابن حزم باكميد رقم يشام مري قضية دا مركبة قضية أن صحابة بل وحلورها وإجماع الصحابة لأن لابس صدح صحابة هو شو اسكن راعي ومن انتشار مذهب كودي ولا مخالف لهم من الصحابة وإجماع سكوت واحد أورنجر تينوي مركبة هو شاسي وهو لو كخل دم إمامكو غلط كان مركبة حقيقة صعوتان ninki la oran jiray marka sanadkii qarniga 7aad baa wax masalada ku dagaalamay ibn taymiye iyo wadaadkii taqiduna subki aha kutubba la iska qoray waa la isradiyay waa ila aminka way taagan tahay ila yoomina hada kirmani baa ku sheegay sharh sahih bukhari kum marahay asrigeena buuri waa meesha waa lagu kala baxay wali taifatayn ar-rasail wa mu'allafat kooxdi daneed iyo kooxdi ogala marka rad ala khinaa'i المالك كتاب كاساد واخريات بو في عين هاي مركب مهمد وحوي لبقاب مركب دور وداد وحاديه لي مركب مالك جمعة اللقاريه صلينا يسو صلي انا نوع نوع عاص ونبي وشيقاب كان نبي وقو صلي ها صلي دي ربي صلي على الحبيب محمد وعطيه والنبي والله بوقن كرا ولا زياره كرا لكن لو ما صفري كرب قعدا وحا لو صفري هي مسجد كيسه كتب من النبي قال زيارة طبعا مسجد كيسات وصفري بقول ميل شم بقول وكونه كم تقصص بضربت نص بعض هاي ستا كتب ما كان مسجد تماد نبي كان فوقي واكاني بوقو وحبالها بقيع بوقو وحتى احد بنان كيسكو كويا لبوقو هذا دونتو ساعة سي سعو وحن صفر هاي ها مر بعضاتنا الله ما صفر كل محديد دين نبي قال إن لبوقو وابين يبرا بقانتو عمدا لغو كعصدا سيسو باطلكو إن حقو بين لغو لرم ما سعنكرو شيء باطل كا ما سعنكرو وإن بين لغو لره أو وحلقو ككبو أو لقرحيو أو رينش لمريو أو بلوبان يجام لغو لشيء سات الله قدو لكن حقو بلوبان لام بسعنا يا يجام لام بسعري هوا شو هذا إسكي إلى بنتس وركا مركا دمبي متأخرين تونا رأي الشيخين كأي مرين باسحان أي مدن يكون راعين وفصلنا نسك حديث قرأ نسك كسي مركا مشغول ماي باب بيان يا هذا عبد العال المركز العشر كبر حسوسي باب بيان أن المسجد سؤال في عون باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى أنت أنا كتب حد اللي بلغ يا باي وذاتك حولي هي بناء على نص الحديث جماعة التبليغ وحي أصفر مساجد أنا هين مسجد الحرام إيوه مسجد النبوي هي مسجد بيت المقدس أنا مسجد الأقصى أنا هين سفرات دير بأوغلان باكستان هي هندي أصفر مرنا حيو صفرا هي ضي دون ملك هلي صفر كاسم حيو صفرا مع عمل بيقول صفرا هي خروج الدعوة مسمى سايد بيقول قصدان هذا عمل هي دعوة خروج صفرا هي وبنايا هاي هذه لكن قوب كلي قد صفرا هي وحران سو تفسير كم بيدن فعل خير
باب بيان المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي بالمدينة. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. بقرآن كوكي بسورة التوبة في رجال يحبون أن يتطهروا. طيب مسجد كاسا لسكوقة جماعة من السلف مفسرين مرمضان ككيرين من مسجد النبي محمد باب من سوى بيت المقدس عفوا من سوى مسجد قباء. إشكال كان وحاكي لبدا من مسجد النبي أساسي عليه الصلاة والسلام لبدا من مسجد النبي صحابي سعد السي نبو مركم مدينة صوق لي مدينة ما أهين مقالة سكوطة كنو سيدة نيروب وكلا ومقالة لو كلت دقنا بيل بيل بيلا لو كلت دقنا حافظة سكوطة كن ما أهين وحاو بحي حافظة بيرو عيلال إيا بيرا ودحي إيا هجعدو دواء وكوكوعني مركا مرك النبي يقول عليه السلام مدينة وصوب قال حمش أورس وقبل الله بحكوس هذا النمل أورنجري ريب بني عمرو بن عوف ريب بني عمرو بن عوف ما السنين النبي كوس الدقي عليه الصلاة والسلام اللي مدينة سنين بوق عليه إلى جمعه بقول له شوقي ومرتوها إلى جمعة دي سنين ثلاثة أربعة خميس أفر بري بقول له شوق أرورت الجمعة هاي النا وسمع سوا وكتبي أفرت بري وشوقي ريب بني عمرو بن عوف أيه النبي وحول السي وأساس المسجد قباء إذن كنت أدري منكم مكان ميل دقام بس إيش لهبين قابا مولع على سكما سميس مولع على سكوا يقارطا مسجد قوى النبي أساسي كدبنا وكتغي مكوافر بري لجوغ مانك الجمعة هي ري سالم ري بني سالم عمر أي أتغي ري بني سالم عوف أو إن منك ري عمر وليه سالم عوف في عمر عوف وي وإن من أنصار أي قاس أتجي جمع عذب ولا تكذب وأول جمعة والنبي محمد وكنت كذا من ذي هيد مسلمين تون النبي يقول لك وقاعد جم أي جمع عيستا ولا وذا تكذب كذا النبي يقول كتجي ريب بني مالك من النجار ورأويها أي النبي يقول أتجي أما الرأب تجي حق أو أبهينا رأوب وها ين حق هو يدينا رأب تجي وقاعد دنيا قلنا رأوب بيليهم وأنا صح مع لبضة مع نبا قوليها سؤال تغي كدبو أساسي ميشا أيضا ريب بني مالك ابن النجار حافظو ذيبو كأساسي المسجد النبوي بيرت تمرتا أيضا روكا خراب كان الله إذا نمانك أقونتا إلى هايين وكيو كليهشي ننك أهوصي قودي مسؤول قودي لعقو كسي كدبنا إياما يوي ديدين وحول ننك أنا العقت نبي الله بحاني لقا قادم هاي أنا وليش أقونتا وحودي حقو دي سيني أما نبي قهب حيو أما سحابي قاب بحية دب ملا هي هل كاسون مسجد كأساس لبذا مسجد مركيا أساسي من ربنا عم نعوف النبي قد أساسه ومسجد قباء ومسجد الأسس على التقوى من أول يوم كيدا بقي هذا مسجد النبي هي والنبي قد حد السي ربنا مالك من النجار رأوك رأبتقي ناس نوا مسجد الأسس على التقوى من أول يوم. إذن آياتك يا لو حنبارة هي آيات مرك إشكال كلا كجرو لبق قيب هذا آيات وككوبان تا قيبنا المسجد النبوي كهليس قيبنا مسجد قباء كهليس لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه أنت صحيح كهليس مسجد النبوي النبوي فيه رجال يحبون أن يطهروا مسجد قبوي فيه رجال يحبون أن يتطهرون واسدا ومسجد قباوي قارئ مرك القرآن كي يقان إن سنة الله سبحانه وتعالى إنه كويستاوه فيه ظهوره فيه ضمن جملة وقف استئناف وكرد وهلك وقبل الله والله بكر المسجد الله بكر البابوي ضميرك فيه ذو علم مسجد مسجد القرآن الله صوت شجعي وحد علم ليس مسجد معلومة ذهنيا أو لا قبل لا إله وهذا هو التفسير الصحيح وأنا تفسير مخالف للتفسير الجمهور المفسرين. إذن نبي محمد عليه الصلاة والسلام مسجد كآيات أي كهل يسوى مسجد كي النبوغا كده كيسا صوبنا عليه الصلاة والسلام تاريخ المساجد مسجد كي يسوى النبوغا ما ربينا دين فانسي سيدا نقوريرين. طيب حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثني يحيى بن سعيد القطان عن حميد الخراط قال سمعت أبا سلمة عبد الرحمن قال مر بي وحي سومري عبد الرحمن بن سعيد الخدري قال فقلت له حنكوري كيف سمعت أباك سيباد أمك الشيء أما ما حد كم قش أباها يذكر أسوقه شيء في المسجد الذي أسس على التقوى مساجد الله كعبس الوأس آسي أباها أسوق كلم حد مقش
قال وحور مركي ويلكي عبد الرحمن ها قال أبي آباي وحور دخلت على رسول الله رسول كليبان أقلي في بيت بعض نسائه دمر كسي بركود قري ودي بان أقلي فقلت وحار يا رسول الله رسول كلاه يو أي المسجدين الذي أسس على التقوى لبدا مسجد كيبا لقو أساس على التقوى حوجد قبائيه هي مسجد النبوي قال وحور السحابي أبو سعيدها فأخذ كفا صعب نبي قاطي من حسباء قروره صعب نبي قاطي قروره المسجد كان مشو في الديام القري ينبي قاطي قري مركز جوها دي فضرب به الأرض ركو قرفتي قروح من أبو سأو عن توبيه مركز ركو قصيري مركز انتي وحلقوا ودي أفرق طرطو بيها كلا طرطو قع وكسيسو روح محدر انزينيسا هاوشا أكتاد إني خطر كتو يكو قوي وهو وفلء رب النبي يقول وحكف هنسي أبو سعيد سوس هذا كذب باش أبربارين ما هذا أتكش كذي آيات مسجد كه الله يسأين أي تهاي إنه يهاي مسجد كيجة ما أنتوا عن لعنتوا بي عربه كل غرفت وهنجبادوي هخلدم وأبو سعيد مرضم به طيب ثم قال النبي وحول عليه الصلاة والسلام هو مسجدكم هذا مسجد إن كان هذا قوم مغضوي مسجد أسع على التقوى لمسجد المدينة نبي وجيلا قال فقلت حانكو لمركا إنه بصدون بربي أبو السلام هو شازي ويلك ويلك عبد الرحمن إن أبو سعيد وكه بصدي وحور أشهد حان قريا أني سمعت أباك هكذا يذكره أنه حان قريا أباها سوى سيدا أشيك حديثنا أن كم قلي لكن وكاه بسني يعني ضحالك أبيه نايسين كلام بسني يي طيب وحدثنا أبو بكر بن شيبة وسعيد بن عمرو أشعثي قال سعيد وحول أسق بن عمرو أخبرنا وقال أبو بكر بن شيبة حدثنا حاتم بن سعيد المدني عن حميد حميد كذا حميد الخراط عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن أبي مثلي ولم يذكر حاتم إلا حاتم بعض متابعه ولا حاتم موسى الشيخين عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسلام الشيخين حديث أبو سلمة توصل كرقي وكرقي إذن تعيينك أحاديث بضم باقوت من أنه مسجد أسع على التقوى أوي هاي مسجد النبوي نبي محمد صلى الله عليه مسجد قبارة ومسجد أسس على التقوى من أول يوم كان هو مسجد أسس على التقوى من أول يوم لكن أيهما أولى بذلك أفضلهما أوي هدوشر مسجد أسس على التقوى من أول يوم هيه مسجدك أقوم بضم وحاول باب الأولى، إيه، والمسجد النبوي لماذا؟ لأنه صار كفض بضم ويككالي آيات وسياق يا ظاهر كيدي وحيكسو دكتي مسجد قباء لكن قباء هذو آيات أصلا أي تابط وحاكم بضم وي المسجد النبوي لأنه أفضل من قباء وهذا أسس على التقوى من أول يوم وذاك أسس على التقوى من أول يوم مدول باب مركوه الرئيس محلو أساسي مسجد مباهات ما هين هل غاشيق ما هين مسجد ضرار ما هين مسجد مرافقين ما هين مشركين مدى ديسين ما هين وهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم مركا آياته هذي بصريحة أي كتابان يسو مسجد قباء بمفهوم الأول وحقوق وانا يسا مسجد النبوي وهو أحق بالتعيين نبي قال كسوء جيد عليه الصلاة والسلام لماذا مسجد بوي سوق ليان طيب هذه مد أمريها هذا اللي وحن بارنا مسجد النبوي يا مضان وجمع بين سياق قرآنك يا ظاهر كيسا يا صنع الله وافجين نبي قال كسوء من نوحي لي تفسير النبوي صحيح صور روري إذا قال هران سكبك عطيستي آيات دوني قبكها الله يسا آيات قبك ما الله وحكاه ليس المسجد النبوي كاس لماذا هي نبي كف السري واولى ما يفسر به القران نوام حي والقران ثم السنه ثم السنه ايات كلو كلا بحسلام مثل ما هيو احاديثنا ايات وحي كف السرين المسجد النبوي ساهدين نقطه ضميرك وحلو العلم هي المسجد النبوي هافن هاف كدق ميني فيه رجال وحلو أرنية وحلو جدا المسجد النبوي تفصيل كرواني سوشي أنا كتفصيل كسائل قروح سن
طيب سيدان لو خلافين حديث كتيمت ري انصار ما دقوا ري قبا ان ويسيست ان استيستان دغ كوزي كديمنا اي كدبا جيان بيو اما بيك لي يستعمل الهنا كو اماني ايغي اهي marka labada masjid aydan u qaybino waa insaaf damayrtan aan ka rogno minna macluum aan ka dhigno minna madkuur aan ka dhigno nabi maxamed xadiidkiisana waa tafsiir al-aya aan dhahno oo qaybta hore ah qaybtan dambana sunnada kale ka hadashay reer quba iyo fadhigooda istijaadooda yaa u maqati ka caysa fiida xagga loo gooyo hawsha way iskeenaysa warkeen faantan baylata باب فضل المسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته وزيارته باب كان وحكوف عن الدبدغ كي هوري الدبدغ لكن مسلم سو شو فلسنت هاي ابواب مسلم شغلكم على سو ابواب حاسم يستي وذا دم باسم قرطبي النووي طيب اسوق حمون ربي كليا ان فضل المسجد النبوي ولي أحوجيه أو أحوجيه إنه يا لمسد أسس على تقوى من أول يوم مركا أحق أن تقوم فيه ذا إيه آيات ذا وآيات لود للشريعة حديث كما لود للشريعة مسد النبي إنه كفت بدني هاي مسد الحرم المكي آيات لود للشريعة كما تيجي حديث كم بقى مركا وحوجود بهذا سفر كهدي الذي إذا وحنا سدح مسد كان هين بوقشون يبنان تاي حدثنا أبو جعفر أحمد المنيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية حدثنا أيوب السختياني عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء قبو نبي قبو قنشري راكبا سوق قادم ثارا وماشيا سوق اللغين يبا وحدثنا أبو بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حماد عن عبيد الله وحدثنا محمد عبد الله بن نمير حدثنا أبي أبي عبد الله عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص بن عاصم العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله رسولك يا وحوا ياتي كيتك مسجد قباء اي تجي جري حو تجي جري مسجد كانو كورقبو تويدو حالك سو اوغادو نظافديسا يا دسميسا يا وخي كنا قسو اوغادا اهل كي مشه دغانا او كسو دغ مركو اوريسن او كورقبو ان حسن العهد من الايمان دتك وناغ اسكو براتين اسسو قريبتين اسل رفادين بركسو حبد روتو سو كلا جبسن جيرتي هادو مكي كو كلا كعدو ان اد وجهو بدلتو وا غنيمو غنيمو نبي محمد ولي وخ كما بال دخين ددكنا اد بو جعلا الى يومنا هذا واحد كبن ادم الله هيو اسلان اد قبي جيرتي غبر اي صاحب اهاين او كو تيمت مراد ان اد غوشو نبي محمد با لغا هي عيد لغا ما هي غو يوتاي بو نبي غو دغاي صاحبة خديجة وكفر سيدة وايل ودقة إكراما لخديجة إذا كان واحد بحسان وهذا ودان لكن احترام في قدر أنت تذكى معارفتها والله ليا نبي الله ودقة أقول لك تقوى هذا أقول لك تكفر سمحي هاي خديجة صاحبها ينبور خديجة بنت خويلد ما من محمد سيدة سوء أبالك تذكى ساسوء إلى نجر عليه الصلاة والسلام بل إسكده إحنا أبالك قلن وحاسك سيسكف في عناية بوانا جنية إنه يحاسك يسكف عن أنشري مركا ريب بني عم نعوف وانا منكو اسنين نبي كسو الدقي اواردي اي افر بري ولا تشوغي امساتك وقلي سي مركا اسبوع كستوب بوق انشري مركا مسو كسو تكدا ايه ابو بوق دا سؤالي ويديان نبي قي مرت الصوران سكوكو يمادان صغير يا كبير بكد من وقسو تقا حتى مالنك الصلاة دو كلها في تعصر كد قرن ايسان انت يسكو دعين ايه يقويس كلي ويسدح طورن وحيقو اسبوها بوهي نبي قنتو آلي للإصلاح بينهم وكي صلاة باقي نافت جماعة وكسو قاري واي إصحاب ذلك لسيتو جي راكبا أصغوا حسارا بود النبي قال هذا الجري وماشيا فيصلي فيه ركعتين نبرك عوض بكتو كنجو تحيط المسجد هذا قال أبو بكر في رواية وحيري قال نمير فيصلي فيه ركعتين فيصلي فيه ركعتين يو كنتو كنجري نمير قوائي سيد قاب كاسويتي أبو بكرنا آية قال أبو بكر عفوا من وايد وشيخ دع نك أبو بكر وشيخ يسوي يتيع مركا أبو أسامة يوصوك توس أقا عفوا قال أبو بكر في رواياته ويوصوك يري فيصلي قال أنه من روحه فيصلي فيها ركعتين عيد كل مركا وكنا ري كل ري ما تجري وأن كان هين أبو أسامة مركا لفظ كان لفظ أبو أسامة ولفظ عبد الله النمير ومن طريقي
أبي بكر نبي شيء بس الله بشر مش كل هاي إذا إلا تقو الله بوقده أو ولبا لوسو تكذا ومن السنة قبان الله ما صفر والله لغيا أما جيد بالله قاتا سفر رما عرفا أحد وحيد دناين سفر بوأها طيب. وحدثنا حمد مثنى أبو موسى البصري قال حدثنا يحيى بن يحيى سعيد القطان حدثنا عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني أبو معن الرقاشي زيد ابن يزيد الثقفي بصري ثقة مسلم سيدا سولي هاي وأنا سيدا الشيغي حدثنا خالد بن حارث يعني حارث الهجيمي عن عجلان محمد عن نافع عن ابن عمر عن بمثل حديث يحيى القطان يحيى القطان حديث كيسوه كالي أيوه أصوين كان ضمبي ابن عجلان أصونا وريه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحن صومر في كتاب السلا هذا الكي ابن عمر حديث كان مكوكا أن صومر يقول لو يديل قباء نواتكتا وتكون النقوطا سيدنا ما بقى عليه الصلاة والسلام ينو صومر ورقان سوى حسنين جران قال لفظك الشيخ إن شاء الله. وحدثنا يحيى بن أيوب المقابر وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي قال ابن أيوب حورا سوى يحيى حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء نبي قبو تقي شري قبو أيوب تقي شري راكبا سوى قايد وطئي وماشيا سوى اللغين يبا كل بسيط مرك جانس أهله. وحدثني زيد بن حرب حدثنا سمعنا عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يأتي إلى النبي أوشى سمين جري ابن عمر نبي قد إذا والقوية قالنا كان يأتي قباء بوتجر كل سبت سبت كستا سبت كستا كان يأتي قباء كل سبت كل سبت مركا كل أسبوع بالغفة السراء كل أسبوع أسبوع ولا سبت ما رأينا الشمس سبتا وينيك صومبر في كتاب الاستسقاء وحات قالوا لي ما رأينا وحي وحمانا جمعة وحلو جدا أسبوع اللو جدا ساسانا صحة سبت كل جيدون ابن عمر توقن جري مصقن كان يأتي قباء كل سبت بوتوج وكان يقول حرون جدا رأيت النبي يأتيه كل سبت أي كل أسبوع كل أسبوع هالمربون نبي بوتوج جري عليه الصلاة والسلام هذه مركز اللي رواية سبت عن كحم بارا ما ينمنا النبي وكقد يدي إن مكان يقوب عباده يبوقش لغو خصيصه بتوقيف من الشارع والبنانتا ويحل يسكوه محايا هاي تخصيص عن شرع وكودرين تخصيص عن شرع وكودرين باي هاي هذا النبي ومركا سبتك استتقي جري ومركا سيئو كقضى ابن عمر فالأمر واضح فلا نغنوق فيه هذيك البدع إضافية يسكو بدليس بدع إضافية يسكو بدلي. وحدثنا مركا منا سقنا إن لي هذا بدع إضافي وكل عين من عمره سبت ذو حلقة والله ما لين هاي أسبوع. وحدثنا ابن عمر العدني قال أحد أصحاب ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء يعني كل سبت كل أسبوع كان يأتيه راكبا وماشيا سو حصارنا وتجرى سو لغينا وآذي جري. قال ابن دينار وحول وكان ابن عمر يفعله ابن عمر نهوشه وسمين جري. وحدثني عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابن دينار بهذا الاسناد ولم يذكر سفيان موسى شيئا كل سبت اسوق موسى كدرين انت ايضا موسى كدرين حديث كان مركا ابن عمر ما احنا وصلنا في كتاب الصلاه كصوم مره انه كل ويديه اللي محال ما انكستا اسبوع كستا هو ادا قباء يوحي انما اصنع كما رايت اصحابي يصنعون كل ما هي صحابه يدي سيدي يري جيرين بانغون ان ييلها يا رجع اصحابته اذا ولا الله ايغو وينا ولا اصنع ولا امنع احدا ان يصلي فيه في اي ساعه في اي ساعه شاء من ليل او نهار غير ان لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها ويكون يري مسادكس وحن اوتغا يا سيدي اصحابته اوتغ جيرين نبي كان كغا دين يا صاحبدي قف والبو انتو يما دحلها بين ما اما ما لما انو كتكن لما ديدي كرو أحد كاستحل جو جانس سلو نك مغرب يمادة نك الظهر يمادة نك عصر يمادة نول بحل جو صور عمست قباء أي مادة إنه كنت كذا لو مديد كروي لكن إسكال عليا حل جو راح ودع عيسو يحل جو صوب حيس هب يكسننا ها
أبيكسن كل لحظة وقت الكرايب والشيء صلاة لقي إلى نجري خلاف بانو كجر وين صوم روشة يدا حديث كان مركا وليها كتاب الشرح مسلم وحيليين حديث كان وحوج وياي ولود اللي شنك رابع دهين نوي أصحاب تيسو يرجع لمتك إن قفك مسلم كان مالها مالها وبوقنا يو أعماشي سا إيوه عبادات كان ميلقون وكون يلي كرو تخصيص تخصيص بقدري شديد بعض البقاع إن تكون يلي كرتو مالين أثين كرتو هل مالين أسبوع كم إذا إن تكون كرتو مال مثل إن كسر عبادة يستو كسر غناء آخر يستو سبتي أضو حيسو هو شاس يمرك قدري شنهاي وإنه هذا الكسوعها جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة بعض الأيام بالزيارة إن تكون يشأذوك مالين خاصة وكفى مركز سبت دين يتاي سبت دين عادي أنا هين مالين كم إذا أسبوع لا وكل لا بابوي إن هذا عمل معين وقمن الله هيت وقرآن آخر جرت مثلا صورة سوم جرتي صلاة تكون جرتي كل بفراق على سين نقطة أتكون بيعته جانس بمريد مركم مال ما كورب بعض مشكوشان تا القرآن كا وقت بقى ما هيسيد هولو أذن تبر أذن وقت أهلين باكو قصو فكذي خميس تو كلا جمعة كلا فرقة في عن ليه ذاي إن أنت مسجد كش القرآن كا أضعفوفتو أدويسو ما نكس تحادنا أت ختنتو لا بأس حاكنتي تخصيص كامل هو محي ظروف باكنتي ما نك جمعة قنوم ما جنيد خميس تو قنوم ما جنيد سبت قنوم ما جنيد شق هذه جانس كهذه فرقة كان شهادي باكيني وح كان شهادو كينو اسمه اللي كرمته وحان شرا ما لين كسو أحدا بينو شرا وانكس كتسنا الدعوة دهني هذا أما قناع سجينا أما قرامة دي رير كين لقى ورقبو وعهد محكوم ماكدي وما لين كليه وحان كوري أنا هلو جانس أنا هلا يا كان شل أنا كشان لدنا ديك اللي وح كلو ما لمش قوي كينو أحد بابلسكي ما دابا ورقبو دكتين ما لك جمعة أن كذيعن خميس أن كذيعن وحي كان شهر كل صاحب سنة يديك الفراقة جانس كذا لقى ماله وحلقة الله هي أبو مال ما هو كان شهيل كرين هل مالين أتو قتوب بيك ستو مدة أيضا وبدع قرطب هو إنصاف حول هو مذهب مالك كراهة تخصيص شيء من الأوقات بشيء من القرب إلا ما ثبت به توقيفه أصوى خلاف إمام كيسي أي حوله مذهب مالك وحوي أسل كيسه ومطبعه إن يسم بنانين وقت ما المها هذا يهبين هذا كم ذا إن الوجود يول عباده حديث الصومرتين وياه تذكرنا إذن لا تخصه طيب إلا ما ثبت به توقيف سبت ذا لا هذا يمسد قباها طينا بكسرنا طو سبت ذا معين كأي نقطة توقيف بكويم نصب بكويم من عمر روا حق بولا يا نورا إن سبت ذا بيكسر ما كان تمن المدينة حق بنولنا هذيسا أهينا وأسبوعي أسبوعنا محيوادي إن هالمرتقه مركا أيضا كان شيء يسي فراق ديسا أسبوع كما ضد كم قاعد تدق قرابة دي وحقوق قرابة جيس بنغونيس وعرف كم كلوا النقطة هدي هذا مركا ما له والبعد وقت أويده هدي أسبوعنا المركا ده وقبلنيم وقبلنيم مركا ديل كاسجا وحق مع ما عدا ماش معايا لي إيه كل سبت بوا حكجرة احتمال واحتمال والاحتمال إذا دخل الدليل سقط به الاستدلال والإجماع وقاعده هذا احتمالكم مركو قال الدليل كوا مسقط مركو قال محكوم فيه أي رؤية وقال باب احتمالكم مركو محكوم فيه قالوا أما محكوم عليه قالوا والرؤية لكن دليلكم قد يجيسي مركو قالوا إشكال حويان مجبل مسوب بدلية كل سبت تحتمل كل أسبوع وأنا لغة مشهورة مستفيضة كل سبت مالك معين كان واي احتمالا مرجح لما هي وام حي انت اللي هو اللي وقف سنه اه مالك اسبوع مالك كم بدا ومرك هذا فراق هذا عشر كعاو انت ايو كتاب الحج وايدين لما هذي كتاب النكاح يعني وحي ان شاء الله تعالى الى ويسيس دمبر كتاب كركاس وتقنانيه